أيقنوا أن النعيم لا يدرك بالنعيم، فلما أقبلت عليهم الدنيا أعرضوا عنها وخافوا أن تكون طيباتهم عجلت لهم. فقد تنجو النفوس بأرض جدب ويهلك أهله المغنى الخصيب. ثبت في البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أتي بطعام وكان صائما، فدار بخلده من مضى لسبيله من أصحابه ولم يترك شيئا ولم ير من نعيم الدنيا شيئا، فأدركه الخوف فقال: قتل مصعب وهو خير مني، وكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه وأرضاه. لقد تذكر عبد الرحمن ذلك الفتى المنعم الذي صاغه الإسلام، فتقدم حين نادت المغارم وذهب للقاء ربه قبل مجيء المغانم. اختاره الله ليموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم على يديه أسيد الذي تنزلت الملائكة لتلاوته القرآن، وسعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن. فخشي عبد الرحمن ألا يدرك ما أدركوه لما يرى من نعم الله عليهم، وقد اشتاق لهم إيه عبد الرحمن رفقا بها، فشوقها قد ساقها يا حبذا الوادي الذي قد شاقها. عائشة رضي الله عنها تستضاف عند عروة بن أختها، فجعل يرفع لها قصعة ويضع أخرى، يقرب طعاما ويرفع طعاما، فحولت وجهها إلى الحائط تبكي ولم تأكل. فقال لها عروة: كدرت علينا أي أماه؟ فقالت: والذي بعثه بالحق ما رأى المناخل من حين بعثه الله حتى قبض، وما شبع من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض، ولقد كان يربط الحجر على بطنه، وقد اغبرت جلدة بطنه يوم الخندق وهو يحفر معهم. فاستعبر الجميع وتركوا الطعام. ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاما، وما أغلاه حين يكون قدوة وذماما. حال أم المؤمنين ومن معها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكأس، وكل امرئ يهفو إلى من يحبه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه. عتبة بن غزوان رضي الله عنه يقول: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما لنا من طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أفواهنا، وما منا أحد اليوم إلا وأصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. ويورد الذهبي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين حين قدم الشام قال لأمير الجيش أبي عبيدة أمين الأمة رضي الله عنهم جميعا: اذهب بنا إلى منزلك. من أهداف عمر رضي الله عنه حين قدم الشام أن يزور بيت أميره ليثلج صدره برؤية مظهر نادر من مظاهر احتقار الدنيا الفانية. فقال أبو عبيدة: وما تصنع عندي إن تريد إلا أن تعصر عينيك؟ قال: لا بد. فدخل عمر فلم ير في بيت أمير الجيش شيئا يرد البصر، فقال: أين متاعك؟ لا أرى إلا لبدا وصحفة وشناء، وأنت الأمير أعندك من طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسيرات خبز يابسة وقدمها إلى أمير المؤمنين عمر، فلم يتمالك نفسه حينما رأى ذلكم البيت الذي كأنما هجر من دهر، وذلكم الطعام الخشن، فأجهش ونشغ. فقال له أبو عبيدة: قد قلت لك إن تريد إلا أن تعصر عينيك يا أمير المؤمنين، يكفينا ما يبلغ المقيل. فأجهش أخرى وقالها في تواضع كبير من رجل كبير: غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة. هل حقا غيرت عمر؟ كلا، ولكن دنوت تواضعا وسموت مجدا، فشأناك انخفاض وارتفاع، كذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع. لما أقبلت عليهم الدنيا جعلوها في أيديهم وسخروها في مرضات ربهم، أرقتهم حتى إذا ما أخرجوها في مرضات ربهم نام الواحد منهم قرير العين هادئ البال ولسانا: ما لي وللدنيا.
فابدأ المسير إلى الله أيها الجيل، والنعيم لا يدرك بالنعيم. إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالكلام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. فيا فالق الإصباح والحب والنوى، ويا قاسم الأرزاق بين العوالم، ويا كافل الحيتان في لج بحرها، ويا مؤنسا في الأفق وحش البهائم، ويا محصي الأوراق والنبت والحصى ورمل الفلا عدا وقطر الغمائم. إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا، وخفف عن العاصين ثقل المظالم، وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. ودمر أعادينا بسلطانك الذي أذل وأفنى كل عات وغاشم، ومن علينا يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم، ومن علينا يوم ينكشف الغطاء بستر خطايانا ومحو الجرائم. وصل على خير البرايا نبينا محمد المبعوث صفوة آدم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.